طاجن الجمبري عشان ما اكلكوش بالكلام، عندنا طاجن حلو جدا، سجلوا معايا المقادير مش هتندموا عليه. ما عندكوش طاجين مغربي، ممكن نعمله في طاسه، ممكن نعمله في حله، ممكن نعمله في طاجين مصري، هيبقى معاكم حلو برضو. هحتاج جمبري الكميه اللي انت عايزاها، ما تتقيديش باي حاجه خالص، يعني اعملي اللي انت عايزاه. كمان عندي زيت زيتون، فصوص ثوم مفروم، عندي ملح، فلفل اسود، بقدونس، وعندنا كمون، كمان عندنا كركم، عندي صلصه طماطم، وعندي صلصه طماطم، وعندنا فلفل حار بنفرمه ناعم جدا، عندي كمان كوسه مقطعاها انا هنا صوابع، كوسه اللي هي الجرعه الخضراء، والجمبري بنسميه احنا القمرون. عندنا كمان جنزبيل طازج يكون فريش بنبشره، لو ما عندناش فريش ممكن استبدله بالبودره عادي جدا، عصير ليمون معلقه كبيره، والجمبري هرجع اقول كميه انت بتحدديها براحتك خالص زي ما تحبي. انا هنا في طاجين مغربي حطيت شويه من زيت الزيتون يسخن معايا عشان اعرف، انتوا عارفين الطين او الطاجين بياخد له شويه حلوين عشان يسخن معايا، ضروري جدا تاخدوا بالكم من الحته دي. هاخد ايه؟ هاخد اول حاجه عندي هنا الطماطم اهو، هحط هنا الجنزبيل مع الطماطم والثوم اهو، طبعا هيبتدي يغلي معايا. الشطه بتاعتي هاخد شويه بسيط، وهسيب لي كم حبايه كده احطها فوق، بسيطة خالص مش هكتر كتير. عندي كمان هنا برضو شوية من ايه؟ شوية من البقدونس هحطه هنا، وشوية هسيبه أزين بيه من فوق الوش لما يستوي معايا. الطاجين عامة تبقى التتبيلة بتاعته بنحطها كلها في الأول، ونلخبط التتبيلة ونسيبها تتشوح شوية، وبعد كده نرجع نشوف هنعمل فيه إيه، يعني بيبقى براحتنا إحنا اللي إحنا عايزين نعمله بنعمله. ما بحطش فيه الملح دلوقتي نهائيا خالص، أقلب تقليبة وبعد كده آخر حاجة هي الملح بننزلها، بيبقى معانا حلو قوي. طاجين معتبر من دكش الرفيع، ممكن الطماطم ناخدها نفرمها ناعم جدا، بس اهم حاجه مش عايزه فيها لا قشر ولا بذر، هي كده كده الطاجين ده بينزل ميه. حطينا هنا شويه زيت زيتون زي ما انتم شايفين، سخنته الاول، حطيت عليه الطماطم، الجنزبيل الفريش، الثوم، وكمان الفلفل. عندي هنا حطيت صلصه طماطم، عصير الليمون، كركم، وده ضروري جدا ومفيد جدا ومناعة حلوة جدا، كمون من التوابل الرائعة جدا واللي بتدي للسمك يعني طعمه مميز خالص ونكهة خاصة صراحة، ومش بس كده ده كمان هاضم حلو جدا للأكل بعد الأكل، لو عندنا مغص ناخد كوباية لبن فيها شوية كمون كده يبقى الموضوع حلو قوي. هحط الملح بتاعي والفلفل الأسود أهو، أيوة الله تسلم كده. حطيت انا الخلطه بتاعتي، الخلطه بتاعتي حلوه جدا وجميله جدا، كل اللي انا هعمله هاخد منها يعني نقطه بسيطه، وكمان هنزل لكم المقادير مره كمان تسلم اهو. عندي هنا شويه صلصه، صوص بسيط خالص، هقول لكم انا واخده الصوص البسيط خالص ليه، وهقول لكم انه انا هنا عندي الطماطم والصلصه والخضار، ولسه ما حطيتش لا سمك ولا كوسه، فده كمان هينزل لي ميه. ومقادير الطاجين اللي احنا بنعمله برضو على الشاشه عندنا. عندي هنا الجمبري الحلو جدا اللي منضفاه بطريقه حلوه قوي، اللي هي ايه، عشان اشيل الزفاره منه باخد شويه عصير ليمون وانقعه فيه، او شويه خل وانقعه فيه لا اقل ولا اكتر. عايزه كمان يعني عندي شك انه لا الطعم هيبقى وحش وشكله هيبقى وحش، كل اللي هتعمليه هتزودي عليه شويه جنزبيل بودره وتخليه منقوع ربع ساعه بس، ثلث ساعه، ويبقى معاكي حلو جدا. هنا عندي الجمبري بتاعي بقى حلو قوي قوي قوي، ممكن تزودوا عليه كوبايه ميه، بس انا مدياه وقته ومش عايزه ازود عليه صراحه ميه خالص، لسبب واحد اني انا لسه هحط الكوسه بتاعتي، والكوسه بتنزل ميه كتير جدا. ومن اهم حاجه واهم حاجه في الجمبري اننا ننضفه حلو جدا ونتبله حلو جدا، يعني التتبيله بتاعتنا تبقى كده عارفين اللي هو ملغوصه كده في الجمبري، يعني تبقى مغطياه من كل النواحي. انا هنا طبعا زي ما حضراتكم شايفين
حطيت الخلطة بتاعتي وزبطت الدنيا وكل حاجة، واخدت شوية من الخلطة قبل ما احط عليها الجمبري، وحطيت فيها او حطيت عليها الكوسة بتاعتنا. سايبين للوش ايه بعد ما يستوي؟ سايبين شوية بقدونس وشوية من الفلفل الحار. هبتدي اهو ارص الكوسة بتاعتي. خليني احط الطاجين كده وابتدي ارص الكوسة من الجنب. هاخد الصوص ده واحطه هنا في النص، لا اقل ولا اكتر. هنغطي الطاجين بتاعنا على نار هادية خالص كأننا بنسوي الرز، وهنسيبه للآخر خالص اهو بس كده.